بوم اف ام. السلام عليكم. عايز اكلمكم عن عمامي رغم ان ما عنديش ولا عم. صحيح انا عندي عمات الله يرحمهم كلهم، كمان عمتين في المحلة وعم في اسكندرية وعم في المنوفية، لكن انا عمات مفيش اعمام. يمكن حتى والدي ربنا يديله الصحة وطول العمر، أستاذي الأستاذ السيد إبراهيم عيسى مدرس اللغة العربية الأعظم، لأنه أستاذ ومدرس فكل زملائه كنت بقول لهم أستاذ فلان، ما بقولش برضو عمي ولا عمه ولا حاجة مني. لكن الحقيقة إن الواحد لما يتأمل كده يلاقي في فرق كبير قوي بين عمي وعمه. عمي دي فيها، معلش أنا آسف، يعني مرجلة أكتر، فيها أصالة، فيها ارتباط بالأرض، فيها مجدرة شوية. عمه فيها دلع طفولي، فيها يعني ود مع أصحاب. لكن حقيقة الأمر إن أنا أول مرة في حياتي أقول عمه، قلت العمه حسن. عارفين مين عمه حسن؟ عمه حسن كان مذيع أطفال رائع اسمه حسن شمس الله يرحمه، يقول لك مع عمو حسن، ده كان في إذاعة الشرق الأوسط. وكنت طفل في الغربة، قعدت 4 سنين في طفولتي من سنة رابعة مثلا، من عمري 4 سنين لغاية 8 سنين، عايش على عمو حسن، هو اللي بيحكي الحكايات والقصص اللي بتربي جواك وجدان. صحيح والدي كان بيرجع من المدرسة يقرالنا القصص وينام على السرير كده ويحط رجل على رجل ويمسك قصص الأطفال يقرأها لنا، إنما عمه حسن كان مؤثر جدا في بناء وجدانك وفي إدخالك عالم الخيال. لما كبرت بقى قلت عمه لكاتب واحد ووحيد، هو الراحل عمه صالح مرسي. عمي صالح مرسي ده حاجة، مؤلف رأفت الهجان والحفار وزي سيد البلطي والبحار موند. يا خبر أبيض على حنيته وعلى جماله وعلى رقته وعلى تواضعه وعلى احتضانه ليا وعلى قوته كنموذج ومثل في الصلابة والإصرار. وبالمناسبة أنا وردته كتير يحكي لي أنه أقول له قصة الحفار دي قصة حقيقية، فيقول لي اللي موجود في الرواية 15% حقيقة و85% من خياله. فأقول واحكي، فالراجل تحصل له مشاكل لما هو يقول رأفة الهجان هو رفعة الجمال، فأقول واحكي فيحصل له مشاكل. لكن عموما يظل هو عمه صالح. لكن الحقيقة لما أشوف كمان في مسيرة الواحد البني آدم كده هو بيشوف وبيلاقي في دنيته، يكتشف أنه القطب الصوفي الراجل لما تبقى مريد حد يبقى عمك، ويقول لك اللي له عم ما يعت الهم، اللي له عم ما يغتم. بمعنى العمومة هنا بمعنى الرعاية، الولاية، الحماية، الحصانة. عشان كده أنا قدامي في الحياة بجد أعمام كتير حضنوني حتى وأنا عمري ما شفته ولا قعدت معاه. اعمام في الكتابة، اعمام في الرباية، ربوك وربو وجدانك. اصلا بالمناسبة الوجدان اهم من العقل، يعني تبقى عندك دم، عندك احساس، عندك ذائقة، عندك ذوق. بالمناسبة الذوق غير الذائقة، الذوق الاخلاق والاحساس، الذائقة هي القدرة على التذوق، تذوق الحاجة الحلوة زي تذوق الأكل وتذوق اللوحة وتذوق المشهد الجميل، عشان ما يبقاش جلدك تخين. لأن أسوأ حاجة في الدنيا إن يبقى عندك نطاعة نفسية. اللي ينقذك من الجلد التخين والنطاعة النفسية هو اللي يربيك على الوجدان، على الذوق، على التذوق. انتوا عارفين أكتر حاجة كانت بتأثر فيها وأنا طفل إيه؟ هي حكايات خالتي قبل ما أنام. تقعد تحكي لي حكايات قبل ما انام كلها عفاريت، كلها رجل مسروخه، كلها مش عارف مين اللي ذبح مين. وانا قاعد اسال نفسي هو ليه حوادتنا كلها حواديت رعب كده؟ لماذا كانت تشعرني خالتي بالرعب قبل ان انام؟ لكن عموما يظل ان الحكايات والروايات والكتب والفلسفه هي اللي بتخلي الانسان يكبر
على معنى. يا سلام، مين بقى يعمله المعنى ده؟ عمه، عمه اللي هو مش اخو ابوه، لا، عمه اللي هو العم اللي لما يبقى لك عم متعت الهم، العم اللي ينطبق عليه كده الابنودي لما بيقول وفي وسط الضلمة تهل انت ولا نعرف من فين او امتى، ترفع بنيان الغلبان وتطاطي بنيان الوالي وترقص قصر السلطان، حكموكي ما حكموكي برضو المصري مصري والمملوك مملوكي. هو ده بقى اللي يطلع من وسط الضلمة تهل انت يا عمي. بكرة بقى احكي لكم عن عمي وعمامي.